الرابع في مجمل الأشواط المسائية، وأنا في هذه اللحظات مع الأشواط المفتوحة نتابع هذه الانطلاقة واندفاعة هذا الشوط مع الأسماء المنطلقة. هناك مقدمة الشوط مباشرة مع الفارس، والفارس بالمركز الأول لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية من يرافقه ويتابع، بينما المركز الثاني نتابع الوصول من فجاج لهجن الغرافة وبقيادة سعيد بن راشد الزعبي يتابع هنا في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق. المركز الثالث من الجانب الأيمن هنا نتابع في هذه اللحظات زويان مع المركز الثالث نتابعه في هذه اللحظات لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، وأيضا بن متعب بن عبد الله بن راشد الفيدان مع المركز الثالث هنا نتابع، بينما المركز الرابع والوصول من رابع المراكز والقدوم من مناور لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري مع المركز الرابع. المركز الخامس في هذه اللحظات نتابع مسعيد لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري من يتابع هنا في هذه اللحظات، أو هناك وصول وقدوم من شعار هجن الغرافة في هذه اللحظات مع الصارم اللي قادم، وهنا وصول آخر من اللي واصل البدع لهجن الشحانية ومع الذهبي سالم بن فاران المري. نتابع وإياكم في هذه اللحظات هذا الانطلاق والاندفاع، ونعود مباشرة إلى المقدمة والصدارة نتابع هذه الأسماء المنطلقة، ونعود إلى المركز الأول مع الفارس. الفارس اللي في مقدمة الشوط منطلق هنا مع المركز الأول مع الصدارة نتابعه، ونتابع اندفاعة الفارس في هذا الشوط منطلق مع المقدمة لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية يدفع بالفارس في هذا الشوط مع هذه الانطلاقة. والمركز الثاني نتابع في هذه اللحظات هنا المركز الثاني اللي هو فجاج لهجن الغرافة وبقيادة سعيد بن راشد الزعبي من يتابع هنا فجاج. هناك زويان قادم، زويان في هذه اللحظات مع المركز الثالث، ومع انطلاقة زويان نتابع هنا في هذه اللحظات لسعادة الشيخ عبد العزيز حمد بن خالد بن احمد الثاني، ويضم له متعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان هنا من يرافق زويان في المركز الثالث، ويندفع هنا في هذه اللحظات مع ثالث المراكز. المركز الرابع مناور متواجد لهجن الشحانيه والشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يتابعه ويرافق في هذه اللحظات. نتابع واياكم هنا هذه اللحظات الانطلاقه والاندفاعه مع هذه الزمول، والمسافه هي 8 كيلومترات. نتابع هناك اللي على المركز الخامس اللي هو سعيد هجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري من يتابع ويرافق في هذه اللحظات، ويندفع برفقة سعيد اللي على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى ونداءنا الثاني، ولكن بنعود إلى الفارس اللي ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء مع الفارس اللي بالمركز الأول منطلق ومندفع في هذا الشوط. هنا نتابعه بشعار هجن الشحانية وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. يا سلام مع الفارس مع هذا الأداء والمستوى اللي ما شاء الله تبارك الله هنا بأداء الفارس في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني زويان على المركز الثاني صاحب الإنجازات، صاحب التحديات، صاحب التوقيت الزمنية، هنا متواجد مع المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، ومضم متعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان. المركز الثالث نتابع هنا وصول من فجاج لهجن الغرافة الشعار الغرفاوي وبقيادة الماهر سعيد بن راشد الزعبي من يتابعه ويرافقه في هذه اللحظات. هنا نتابعه ونتابع اندفاعه، بينما المركز الرابع والوصول مع رابع المراكز يصلنا مناور لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، هنا من يتابع ويرافقه الشاب الذي لا يعرف إلا الفوز والناموس والتحدي القوي. هنا نتابع من يرافق مناور مع المركز الرابع. المركز الخامس مسعيد على المركز الخامس، هنا نتابع في هذه اللحظات لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران
فاران المري من يتابعه ويرافقه هنا في هذه اللحظات مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى مع أقبالنا على انتصاف المسافة، انتصاف المسافة هنا في هذه اللحظات. هنا نتابع الأسماء المنطلقة المندفعة في هذا الشوط، ونعود إلى سيد الموقف، إلى الفارس. يا سلام يا سلام يا الفارس، هنا في مقدمة هذا الشوط منطلق مع المركز الأول، مع الصدارة، مع الاندفاع في هذه اللحظات. هنا نتابع الفارس اللي في مقدمة الشوط والمركز الأول، نتابع هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني نتابع في هذه اللحظات زوياله أيضا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، ويضم له متعب بن عبد الله بن راشد آل فهيدان على المركز الثاني مع زويان. المركز الثالث نتابع فجاج لهجن الغرافة وبقيادة الجنرال سعيد بن راشد الزعبي. هنا نتابع في هذه اللحظات الاندفاع مع المركز الثالث منطلق ومندفع مع ثالث المراكز. المركز الرابع مناور على المركز الرابع منطلق مع شعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. مسعيد على المركز الخامس، هنا منطلق مع المركز الخامس لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري. نتابع هناك الأسماء وقدوم الأسماء، نتابعها في هذه اللحظات وتشاهدونها عبر شاشة قناة الريان الفضائية. هناك الأسماء المنطلقة خلف الخمس المراكز الأولى، نتابع هنا أسماء قادمة مع هذه الشعارات، ونتابع هنا. ونشكر مخرجينا أيضا على هذه التغطية الكاملة في هذا المركز. نتابع في هذه اللحظات المقدمة والصدارة. السلام، بنعود إلى الصدارة وبنعود إلى التحديات والإثارة مع أقبالنا على الثلاثة كيلومترات المتبقية. نتابع بقيادة الفارس اللي بالمركز الأول بهذا الشكل الممتاز، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء، مع الفارس لهجن الشحانية والمشاغب محمد وخالد العطية من يرافق الفارس في هذا الشوط ويتابعه في هذا الأداء المتميز في مقدمة الشوط. بينما هنا الوصافة يصل زويان على المركز الثاني على ثاني المراكز في هذه اللحظات. نتابع زويان لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد وخالد بن أحمد الثاني، ويضم له متعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع فجاج لهجن الغرب وبقيادة سعيد بن راشد الزعبي من لقب بالجنرال، هنا متواجد مع المركز الثالث. نتابع في هذه اللحظات المركز الرابع، مسعيد على رابع المراكز، بدأ يتسلل مسعيد لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. والمركز الخامس هناك مناور في هذه اللحظات لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هناك هجوم بشعار الذهبي وبشعار الشبل، أيضا هناك أسماء قادمة، هناك المشاغب أيضا يصل في هذه اللحظات بالدعم اللوجستي في هذا الأداء والتميز مع أقبالنا على لوحة الكيلوين المتبقية الأخيرة. ولكن الفارس في المقدمة، الفارس مع المركز الأول مع المقدمة، الفارس على الصدارة. نتابع لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني نتابع زويان على المركز الثاني منطلق ومندفع في هذه اللحظات. زويان مع مالك سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، ويضم له متعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان هنا مع المركز الثاني في هذه اللحظات مع هذا الاندفاع. بينما المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات فجاج لهجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي. المركز الرابع نتابع القدوم هنا في هذه اللحظات من سعيد لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري. هنا وصول آخر وقدوم جديد في هذه اللحظات. نتابع القدوم، يا السلام يا البدع، لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري من يتابع ويرافقه. المركز أيضا هناك وصول اسم آخر ينضم للجميع، المرمر لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. في هذه اللحظات هناك أسماء منطلقة، يا السلام يا هذا الأداء والتميز. ولكن بنعود إلى الصدارة، بنعود إلى المقدمة، يا ثلاثية ماسية على المقدمة على الصدارة. يا السلام يا سلام، الله
يا سلام، بدأنا بالإقلاع التدريجي مع إغبانا على لوحة ال 1500 متر الأخيرة. هناك الفارس، الله يا الفارس لهجن الشحانية، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء هنا مع شعار هجن الشحانية. والمشاغب محمد بن خالد العطية هنا في هذه اللحظات يرافقه مع لوحة الكيلو والنصف، بينما المركز الثاني زويان لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، ويضم لمتعب بن عبد الله بن راشد الفهدان المركز الثالث. نتابع في هذه اللحظات فجاج لهجن الغرافة وسعيد بن راشد الزعبي من يتابع المركز الرابع. نتابع مسعيد لشعار هجن الشحانية ومع الذهبي سالم فران المري. هناك قدوم آخر من منصف لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، الله يا سلام. ولكن أيضا نذهب هناك مع المقدمة، مع اللي بالمركز الأول اللي أيضا من ارتفع ستارت وهو في المقدمة، هو في الصدارة، هو في القيادة. يا سلام يا سلام، الله يا الفارس، الفارس 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 بالمركز الأول والكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو اللي ما بعده إلا الناموس. يا سلام يا سلام يا الفارس، الفارس هنا زويان قادم، زويان قادم مع المركز الثاني، زويان قادم في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا هذا الأداء والتحدي والمنافسة الشيقة. هنا نتابع بينما المركز الثالث فجاج على المركز الثالث، ولكن زويان 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 زويان، الله يا سلام يا سلام على هذا الأداء. شاهدوا زويان، شاهدوا راعي العوايد، راعي التوقيتات الزمنية. هنا نتابع مع 600 متر الأخيرة بدون أي تعليمات تذكر عليه، بدون أي تعليمات تذكر عليه. هنا زويان في المقدمة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، ويضمنه متعب بن عبد الله بن راشد ألف هيدان هنا في مقدمة الشوط بهذا الأداء. ولكن شاهدوا القادم، شاهدوا اللي من الجانب الأيمن هناك في هذه اللحظات. نتابع ونتابع في هذه اللحظات الوصول من داكار، داكار لهجن الشحانية هناك، ولكن الوصول يا سلام. ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى زويان زويان زويان، الله يا زويان في مقدمة الشوط. نتابع نتابع هذا الأداء، نتابع التحدي مع زويان. سلام يا عين خالد، سلام سلام والتحية والاحترام مع هذا الأداء وهذا التحدي. تهانينا وعصاه في بطانه بدون أي تعليمات تذكر على زويان. سلام لها العين خالد، سلام سلام لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، والتهنية موصولة لك أبو عبد الله متعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان المري. تهانينا وناموس على هذا الفوز، فوز زويان في هذا الشوط. المركز الثاني وصل فجاج لهجن الغرافة، وسعيد بن راشد الزعبي المركز الثالث. المركز الثالث الفائز لهجن الشحانية، ومع الشبل جابر بن سالم بن فران. المركز الرابع هناك منصف لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الخامس، المركز الخامس هناك البدع لهجن الشحانية، ومع الذهبي سالم بن فران المري. شاهدنا شاهدنا زويان، شاهدنا زويان اللي بدون أي تعليمات تذكر على زويان. سلام وتحية واحترام لهذا الشعار، شعار العين خالد، يتميزون في هذا المساء مع هذا الأداء وتميز زويان في هذا الشوط. هنا نتابع 13 دقيقة 6 ثواني 26 جزء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، والتهنئة موصولة لمتعب بن عبد الله بن راشد ألف هيدان. تهانينا لهم على هذا الفوز، تهانينا على هذا الناموس الغالي في هذا المساء. المركز الثاني وللمعلومية بدون أي تعليمات تذكر عليه، المركز الثاني فجاج توقيت الزمن 13 دقيقة 7 ثواني 84 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الغرافة، والتهنئة موصولة لسعيد بن راشد الزعبي على هذا الفوز. بينما المركز الثالث من وصل هنا في هذه اللحظات الفائز، توقيت الزمن 13 دقيقة 9 ثواني و27 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنئة